إذن التفكير الناقد هي عملية لها ملامح ولها صفات ولها أيضا طريقة للتربية. كيف يمكن أن ننمي هذه المهارات والقدرات عند أطفالنا؟ ما أهمية أيضا تعليم الطلبة مهارات البحث؟ كيف يؤثر ذلك على فهمهم للقضايا من حولهم؟ سنناقش هذا الموضوع مع الاختصاصية التربوية عبير النعيمي. صباح الخير لك ست عبير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور وأهلا وسهلا فيكم. يمكن من الجميل جدا عندما نتحدث عن التفكير الناقد نتحدث وكأننا نصنع أشخاص قادرين على أن يكونوا قادة، قادرين على الإبداع، هذا هو يمكن مرادف فكرة التفكير الناقد، ولكن إلى الآن هذا المفهوم هو غير موجود بطريقة كبيرة جدا، لا سيما في الطريقة الحديثة في التربية والتنشئة. وهذا يذكرني أنه إحنا أصلا لم يعني كنا على العكس تماما، كنا نحفظ بصورة أكبر، صحيح؟ متى ظهر فكرة التفكير الناقد وما هي أساسات هذا النوع من التعليم لنقل؟ بداية صباح الخير، وبحب أشكر قناة المملكة على هذه الاستضافة الجميلة. الآن العصر اختلف باختلاف التقنيات، باختلاف الإعلام، الوضع الحالي الموجود في العالم من تسارع في المعارف. فإحنا واجبنا كمدارس أنه نحصن طلابنا ونهيئهم حتى أنه يواكبوا متطلبات العصر. الآن التفكير الناقد هو تسلسل منطقي من معرفة حتى الوصول إلى حل المشكلة، يتم خلال البحث عن المشكلة وحل المشكلة من خلال بعض الأساسيات اللي تطرق لها المدرسة وتوفيرها للطالب داخل بداية من الغرفة الصفية وانتهاء في مرافق المدرسة. البحث يبدأ من بداية من التعلم باللعب، استحضار المشكلة، البحث عن حلول إلها، ومن خلال المشاركة، من خلال النقاش، من خلال الحوار داخل الغرفة الصفية مع المعلم ومع رفقائه ومع الزملاء اللي موجودين في المدرسة. في هذه الجزئية تحديدا دكتورة، عندما نتحدث عن التفكير الناقد، هل هي منهجية تعليم وتوصيل معلومات، أو خلينا نقول هو نظام لطريقة التعليم، أم هو شخصية يجب أن يكون هو أصلا مثلا الطفل عنده فضول التعلم؟ هل يخلق فضول التعلم مثلا عند الأطفال؟ هل هي ممارسة عملية بناء الفكر الناقد، أم هي منهجية مثلا من الممكن في بعض الأشخاص عندهم إياها وبعض الأشخاص لا يملكوها؟ صحيح، هو التفكير الناقد يبدأ صراحة بالفترة من أول 5 سنوات من عمر الطفل. بتبلش شخصية الطفل تتشكل داخل الأسرة ومن ثم إلى رياض الأطفال. فممكن الآن إحنا ننمي شخصية طالب يكون مفكر وناقد وباحث، بعدها بده ينتقل إلى المدرسة تحتضنه كبيئة تعليمية حاضنة للتعلم وللبحث. إحنا واجبنا كمدرسة نوفر له كل وسائل البحث حتى أنه نصنع منه مفكر ناقد يتحدى متطلبات العصر ويتحدى بعض القضايا اللي الآن تظهر على العصر. فمنوفر له بعض المختبرات الحاسوبية حتى يطلع على العالم من خلال الإنترنت. بس يمكن يلاقي كمية كبيرة من المعلومات، وأحيانا ممكن تكون مضللة. صحيح، يعني أنت بتعرف هي ما في فلترة على المعلومات. صحيح. هلأ دورنا إحنا بنوجه الطالب إنه وين إيجابياتها، إيجابيات تعدد والمصادر التعلم كمان إلها سلبيات. هلأ لما إحنا نحصن طالبنا ونعلمه كيف يبحث عن المصدر وعن المعلومة بطريقة صح، ممكن يصير يميز بين الأخبار، يميز بين البحوث، يميز بين القضايا. فبالنسبة لنا إحنا دورنا نوجه ونحصن تعليمه للطالب بحيث أنه يكون باحث ومفكر، يعني يكون قادر على تنقيح، خلينا نقول تنقيح المعلومات إلى حد ما، إلى حد ما. نعم، إلى حد ما. شو الأدوات اللي ممكن أنك أنت تحصني فيها الطالب أو تمديه أو تمكنيه؟ شو هي الأدوات؟ بداية أنه نشكل شخصية قارئ من خلال مكتبة المدرسة، من خلال الحوار داخل الغرفة الصفية، من خلال النقاش المباشر بين الزملاء، من خلال بعض المختبرات اللي هي مرافق المدرسة، مختبرات الحاسوب، مختبرات العلوم، من خلال طرح المشاكل، من خلال إعداد أوراق العمل، من خلال المشاركة في النقاشات في المؤتمرات. هي كلها بتشكل شخصية الطالب الناقد. طيب خلينا هيك بعيدا عن الأمور النظرية نيجي نحكي هيك على أرض الواقع. برأيك لماذا يجب أن يكون الشخص يملك تفكير ناقد؟ هو البحث العلمي نصف التفكير الناقد، فلازم يكون، لأنه إحنا الآن في عصر تتسارع فيه المعلومات، تتسارع فيه وسائل التواصل الاجتماعي، فلازم إحنا نهيئ
الطالب ونهيئ ابننا حتى يكون انه يقدر انه يواكب عصره، لانه كثير متطلبات الحياه ومتطلبات السوشيال ميديا، فاحنا لازم يكون طالبنا واعي ومدرك حتى انه نتلافى بعض المشاكل ممكن انه تعمل عنده صدمه في يوم. هل المعلم مؤهل؟ طبعا يتم اعداد المعلم من خلال خاصه من عندما نتحدث يعني عن ادوات التفكير النقدي. صحيح، لانه يعني انت بتعرفي احيانا المعلم هي درجات. صحيح، التاهيل العلمي، فكره صحيح ان يكون مواكب للتطور، فكره ان يتمكن من التعامل مع طباع مختلفه، مع منهجيه ونظام مختلف عن مجتمع لم يتربى اصلا على فكره ان يكون هناك راي. خلينا نقول على مستوى التربية، يعني انت بتعرفي التربية القديمة في خلص متعودين على سلسلة معينة، حتى طريقة الأم في تدريس أبنائها بتعتمد احفظت عرفت حتى الكلمة والحرف إذا ما كان. صحيح، عرفتي طريقة تقييمنا أيضا للمعلومة. لا هسه الموضوع كله اختلف الآن، الآن صار الطالب قادر على أنه يبدي رأيه بكل موضوعية وبكل راحة. فإحنا قمنا كل مدرسة وحتى وزارة التربية والتعليم اهتمت في هذا الموضوع بحيث أنها أهلت المعلم من خلال الدورات التدريبية، من خلال إشراكه في بعض الندوات والمشاركات، حتى أنه يكون الطالب المعلم قادر على أنه يقف أمام الطالب ويعني يكون قادر على الحوار اللي ممكن يقنع فيه طالبنا. فالأهل لهم دور في هذا الموضوع. هلأ أنا وأنت عندنا أولاد صغار، فلما نسأل بده يسأل سؤال ما لازم نقمعه، لازم نجاوبه على أسئلة نمشي فيه بشكل متسلسل بشكل منطقي حتى أوصل لقناعة إنه ابني وابنك إنهم اقتنعوا من هذا السؤال. يعني يمكن هون الجزئية اللي بيكون فيها إلى حد ما يعني تضارب هي فكرة إنه دائما لازم يكون هناك جواب، مع العلم إنه هي فكرة إنك تساعدي لها الجواب أو تلاقوا أنت وياه الجواب كمعلم أو كأم أو كأب. يمكن هون الفكرة أكثر من أنك تعطيه جواب وأنك تعلمي دائما كل الأجوبة على الأسئلة. وهي مفارقة أحيانا منلاقيها في عملية ما هي الصورة أو النموذج الذي نحاول أن نوصله للطفل. وهذا ما يأخذني إلى فكرة أن الطفل الآن أصبح جزء من المجتمع، أصبح متفاعل. صحيح، إن كان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال المدرسة، من خلال يعني حتى تفاعله بالسياسة وبالحرب. تعرفي هاي الأجواء عم نعيشها دائما. ففكرة أن يكون هو جزء وأن يكون له رأي وأن يتفاعل وأن يبحث عن المعلومة، يمكن وصلتنا في يعني هذا المجتمع أو المجتمعات العربية بشكل عام متأخرة أن نكون متفاعلين بشكل فعال. صحيح، فكيف من الممكن أن يعني نشرك الطفل بكل هذه الأمور من خلال الأمور الدراسية حتى الوصول إلى هدف معين أو إلى معلومة معينة؟ شوفي لا أخفيكي إنه الآن الطالب هو صار يفرض نفسه، يفرض قراراته، يفرض رأيه، أحيانا بيناقشك إنه بده يوصلك يقنعك في قناعاته نفسها. الآن طالبنا ما عاد طالب قديم، طالب الجيل القديم، طالبنا الآن طالب مثقف، طالب قارئ، يعني مطلع على السوشيال ميديا، انتشار التليفونات وانتشار الايباد هل هذا يجعله قارئ او مثقف بسرعه؟ لا لازم يتاثر، وراح يتاثر الان بمراحل. الان تاثره في مرحله الرياض الاطفال تختلف عن المرحله الاساسيه، تختلف عن الثانويه. مرات بتستغربي انه هذا طفل عمره 7-8 سنوات بناقشك في القضايا المطروحه الان عن الحروب، عن الاقتصاد، عن السوشيال ميديا. بالعكس احيانا تتفاجئ انه طالبنا انه الصغير عمره تقريبا 10-12 سنه عنده قدره انه يستخدم التليفون اكثر منا احنا الكبار. فصارت عنده مهاره البحث سهله، اي معلومه الاصل انه لما يسالك الطالب اقرا وانا راح اجاوبك بعدين. فطريقه البحث على المعلومه ويقراها ويبحث عنها هاي بحد ذاتها ممكن تزيد من حصيلته اللغويه وحصيلته الثقافيه. اذا يجب ان نكون مؤهلين للحوار اكثر من مؤهلين للمعلومه. بالضبط. وهي يمكن نقطه اخرى، عمليه التواصل وكيفيه المعالجه وادبيات خلينا نحكي الحوارات والاتصال مع الاخر. ولكن موضوع البحث العلمي من ناحيه المبدا يمكن يعتمد عليه خلينا نحكي التطور. حتى الشعوب والمجتمعات لما اعتمدت على البحث العلمي تطورت بصورة كبيرة جدا. أين وصلنا في موضوع البحث العلمي وأين يدخل في طبيعة الطفل الناقد أو الذي يملك هذا النوع من التفكير؟ بجوز تستغربي أنه في عنا أطفال وعنا طلاب الآن بيشاركوا في مؤتمرات عالمية.
في مؤتمرات علمية يطرح موضوع ما من قبل جهات مختصة بالبحث العلمي، فطالبنا إحنا بنعطيه المعلومة، فهو يصبح باحث وقارئ وناقد، بيطلع على أكثر من مصدر وبيحاول إنه يختار الأنسب. فلما يبحث الطالب فرح تزيد حصيلته المعرفية، لما يصبح بعد فترة هو ناقد بيقدر يميز إنه أنا هذا المصدر هو اللي رح يفيدني في بحثي، وممكن يصل إلى تجارب يحتاج فيها إلى استخدام المرافق، استخدام الإنترنت، استخدام المكتبة، استخدام الكتاب، أحياناً يستخدم الحوار، النقاش، السؤال، حتى الاستبانات، حتى سؤال الولي الأمر في البيت، زملاء وأصدقاء، يعني أصبح واقعي في التعامل صحيح. مع المعلومة. نعم. بصورة كبيرة. نعم. جداً. ولكن أيضاً لنكون صريحين دكتورة عبير، منلاقي أنه هذا الموضوع أصبح موضوع شخصي أو مجهود شخصي بصورة أكبر، أحياناً كان من الطالب، من العائلة، من المدرسة، لم يرقى لأن يكون منهجية قادرة على التفاعل بصورة أكبر. ويمكن هذا يعني ما يؤرقنا أو حتى يؤرق المؤسسة التعليمية في الأردن بسبب التراجع. يمكن دخلنا في كورونا ودخل هلأ الكورونا، ما بعرف إذا ساعدت بصورة يعني إيجابية نوعاً أحياناً نوعاً بسبب إنها يعني انتقالنا إلى أسلوب جديد بالتعليم، هل ساهم بصورة إيجابية أم سلبية؟ ولكن من ناحية المبدأ هناك الفاقد التعليمي، هل هذا التفكير الناقد أو هذا الأسلوب من الممكن أن يعجل من فكرة اكتساب المعلومات بالطريقة غير التقليدية؟ خلينا نقول الآن التعليم اختلف نوعاً ما بعد، خلينا نحكي بعد عصر كورونا. الآن إحنا طلابنا تقريبا في سنة، من سنة إلى سنة ونص كانوا في بيتهم، فكان التواصل كله بالتعليم من خلال الأونلاين عن طريق المختبرات، فهذا أثر، هذا زاد من مهارة الطالب بالبحث. فاضطرت بعض المدارس حتى المدارس الحكومية والخاصة توفير اللي هي الألواح الذكية داخل الغرفة الصفية، فالطالب الآن صار تقريبا بيقدر إنه يستغني عن الكتاب المدرسي من خلال البحث والاستقصاء. فتحولت كل مواضيعنا الآن لعملية بحث، إنه إن عندنا فكرة معينة تعطيها المعلمة للطالب، فبعملوا على شكل مجموعات ممكن إنهم يوصلوا لحل لهاي القضية اللي هم بدهم يناقشوها. فمن خلال الحوار داخل الغرفة الصفية مع طلاب، مع زملائه، مع معلمه، مع المشاركة في داخل المدرسة، أحيانا تعرض هاي ورقة العمل للمدرسة كلها لأكثر من صف يستفيد منها، فهذا كله زاد صراحة من مهارة الطالب في عملية البحث. الآن دور الأهل لهم كان دور واسع. هلا في ليش في طالب قادر على الحوار وطالب مثقف وطالب عنده مهارة البحث العلمي وطالب لا؟ هلا أنا وأنت في بيتنا عندنا أطفال، ماشي، ابني أنا بده يسألني سؤال لازم أجاوبه حتى لو ما كنت أعرف الجواب، ممكن أبحث أنا وياه عن الجواب. هلا في نمط من أسري آخر مختلف، إنه تسلطي، أسكت خلاص، وجعت راسي كبيرة عليك هاي المعلومات، فهاي بتسقل شخصية الطالب. هسا الطالب لما بده يجينا على المدرسة الأصل إنه يكون طالب مهيأ بوضعه الطبيعي. الآن إحنا بنعاني بعض الأحيان من بعض الطلاب إنه نمط شخصيته بدها علاج، لأنه هو نشأ وتربى في عائلة ما ساعدت على أنه تبني شخصيته بالطريقة المساحة. تمام. يعني من الواضح أنه العملية تكاملية ما بين البيت صحيح. والمدرسة في تنشئة الأطفال صحيح. يجبرون على تنشئتهم بطريقة صحيح. جديدة صحيح. شكراً. نعم. الاختصاصية التربوية عبير النعيم، شكراً لوجودك معنا اليوم. نعم. صباح الخير. شكراً. مالي صباح الخير.